سياسية واقتصادية كما هي العادة منذ 7 أسابيع تقريبا. المناوشات بدأت بين طريق يتبع للحكومة، ويبدو أنهم يعني رفضوا رفع بعض المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية للعلم المصري، طالبوهم بإنزال العلم المصري، فرفض الآخرون أغلبيتهم من اليساريين والمستقلين السياسيين. بعد أن رفضوا تم الاعتداء عليهم والتلاسل. جهاز الأمن العام أصدر بيان قال أن الموضوع بدأ بتلاسل ومن ثم اشتباك بالأيدي، لكن الحكومة الأردنية أصدرت بيان أشد لهجة أدانت فيه الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة ما أثمتها مسيرة الحسيني، وقالت أنه ما كان يجب أن يحدث ذلك، وكان من الممكن يعني، وطبعا وعدت بأن يكون هناك تحقيق رسمي في الموضوع. يعني أنت تقول ناصر أنها يعني اشتباكات ما بين مؤيدي ومعارضي الحكومة، ولم يكن للقوات الأمن أي دور في يعني قمع هذه التظاهر؟ لا، الأجهزة الأمنية تدخلت يعني في وقت متأخر بعد أن تم الاعتداء بالعصي.